بسم الله الرحمن الرحيم. أشارك ببحث في المؤتمر العلمي السابع لأكاديمية الفنون تحت عنوان تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة. وعنوان البحث هو مدى تأثر الفيلم بعالم الذكاء الاصطناعي. أولا أقدم ملخص بسيط عن البحث. يقدم الذكاء الاصطناعي فرصا كثيرة ومتنوعة في مجال صناعة الأفلام السينمائية في كونها تعتمد بشكل مباشر على عنصر الإبهار البصري والسمعي، ولكن هناك قلق كبير في بعض شركات الإنتاج السينمائي في كون الذكاء الاصطناعي أصبح يسيطر على مقاليد الإنتاج بشكل كبير، في كونه أصبح يسيطر ويتحكم ويحل محل الموارد البشرية التي هي الأيدي العاملة، في كونه سيتولى في القيام بكل التفاصيل بدلا من العنصر البشري. لنجد أن الذكاء الاصطناعي سيحل في كتابة السيناريو والمعالجة الدرامية والمونتاج، وكثيرة يحل محلها وما نجده في القرن 21 من تسارع دراماتيكي في تطور تجارب الذكاء الاصطناعي وإمكانياته ليحقق ثورة تطور تكنولوجية كبيرة في مجال السينما والتلفزيون، حيث استعمل على تغيير وجهة صناعة ووسائل الترفيه في شتى المجالات بشكل عام وبالأخص الإنتاجات السينمائية، حيث بالإمكان قيام الذكاء الاصطناعي بكتابة النصوص الدرامية ومعالجتها وكذا المونتاج والتصوير والإخراج واختيار شخصيات شبيهة لأي شخصية تاريخية أو مشهورة أو هامة في المجتمع. وبذلك أصبح من الإمكان وجود أهمية لتلك التقنيات الهامة المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة الأفلام السينمائية. وبذلك هدفت الدراسة التعرف على مدى توظيف وتأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم السينمائي. والتحقيق أهداف الدراسة استخدم البحث المنهج الوصف التحليلي، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كانت أهمها مدى توظيف وتأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم السينمائي. وتبين أنه هناك فرق في استخدام الأفلام لعنصر الذكاء الاصطناعي نحو مدى توظيف وتأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم السينمائي. وبناء على نتائج الدراسة كان أهم التوصيات يجب توفير الأجهزة والبنية التحتية والموارد التقنية الضرورية لتنفيذ تقنية الذكاء الاصطناعي، وهذا يشمل توفير الأجهزة الحديثة والاتصال بالإنترنت وبرامج تعليمية وفنية وسينمائية متخصصة، وكذا توفير أحدث الأجهزة الخاصة بعالم المؤثرات البصرية والسمعية الداخلة في صناعة الفيلم، إلى جانب توفير وتدريب كوادر فنية بشرية مؤهلة تأهيل عالي في كون تلك الموارد البشرية لا يمكن الاستغناء عنها. مقدمة البحث. منذ بداية القرن 21 شهدت السنوات الماضية تطورا في كافة مجالات المعرفة بشكل عام، حتى أطلق على العصر الحالي مسميات عديدة، منها عصر الانفجار المعرفي وعصر المعلوماتية والثورة الرقمية وعصر الثورة العلمية المعرفية وعصر حرب المعلومات. فأصبح الذكاء الاصطناعي من الموضوعات التي تستقطب أكثر تغطية في جميع المجالات، حيث يشهد الميدان انتشارا واسعا نظرا لأسباب تكنولوجية متسارعة من جهة وأسباب اقتصادية بحتة مفتعلة من طرف شركات الإنتاج من جهة أخرى، والتي تم تعزيزها بظهور البيانات الضخمة في السنوات الأخيرة. وأصبح الذكاء الاصطناعي اليوم مفهوما متداولا بشكل كبير، وقد استخدم في جميع المجالات الفنية والعلمية والتقنية وحتى العلوم الإنسانية. وفي ظل التقدم الذي يعيشه العالم اليوم، أصبح من الطبيعي اقتناء أجهزة ذكية والتعامل ببرامج معلوماتية ذكية وخلق مؤثرات بصرية، وعادة ما يكون برامج ذكية إذا قامت تلقائيا.
ان التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي عبارة عن توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من فروض وبديهيات لانتاج الفيلم. فمن سمات علم الذكاء الاصطناعي بأنه علم متفرع من علوم الحاسب الآلي، يهتم بمحاكاة الذكاء الإنساني والمهارات البشرية. مشكلة البحث: الحاجة الملحة والهامة لضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم السينمائي، ومن هنا نجد تساؤل هام، وهو: هل سيقدم استخدام الذكاء الاصطناعي شيء هام ومفيد لصناعة الفيلم السينمائي؟ تساؤلات البحث: ما فائدة الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم؟ ما هي تلك التقنيات الحديثة والهامة للذكاء الاصطناعي في مجال صناعة الفيلم السينمائي؟ كيف ومدى يسهم الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفيلم السينمائي؟ أهداف البحث: تناول تلك التقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة الفيلم السينمائي. من البيانات: لديه القدرة على الاستنتاج والاستدلال والاستنباط والإدراك، ولديه القدرة على اتخاذ القرارات في موقف ما بناء على وصف هذا الموقف واستيعاب اللغات الطبيعية للبشر. وبناء على ما سبق، يتبين لنا أن هناك أهمية كبيرة جدا للتطور العلمي والتكنولوجي، وأن هذا التطور يشمل صناعة السينما، وكون التقدم العلمي والتكنولوجي أثر بشكل إيجابي على العديد من الاختراعات والابتكارات، فإن أهمها في الوقت الحالي الذكاء الاصطناعي، فهو يعتبر ثورة علمية قائمة بحد ذاته. ولذلك فقد جاءت الدراسة معرفة مدى توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام السينمائية. مشكلة البحث: الحاجة الملحة والهامة لضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم السينمائي، ومن هنا نجد تساؤل هام، وهو: هل سيقوم استخدام الذكاء الاصطناعي بشيء ما هام وفيد لصناعة الفيلم السينمائي؟ أهداف البحث: تناول البحث تلك التقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة الفيلم السينمائي. يتناول ما يقدم الذكاء الاصطناعي من خدمات في مجال صناعة الفيلم السينمائي، معرفة السلبيات وإيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي لتقنيات في مجالات إنتاج الفيلم السينمائي. أهمية البحث: يهدف البحث إلى تقديم معلومات كبيرة ومعرفية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم السينمائي، في كون مثل هذه الموضوعات والدراسات تعتبر نادرة وغير متوفرة من حيث تقديم أبحاث علمية ودراسات تتناول الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم السينمائي. منهجية البحث: استخدم البحث المنهج الوصفي. الحدود الزمنية: حدود الدراسة، الحدود الزمنية بداية استخدام الذكاء الاصطناعي. مصطلح: هناك مصطلحات عدة تحدث عنها الباحث، وهي مصطلح الذكاء الاصطناعي. ما هي العوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي؟ هناك 3 عوامل: 1. توفير إمكانية الحوسبة، عالية الأداء بسهولة وبأسعار معقولة، وجود كمية كبيرة من البيانات المتاحة للتعلم. 3. توفير تقنية الذكاء الاصطناعي التطبيقي، ميزة تنافسية. أنواع الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي الضيق، الذكاء العام الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي الفائق. تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما: يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في صناعة الأفلام السينمائية من خلال محاكاة الذكاء البشري وتعزيز الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، والسماح لصانع الأفلام بتخصيص سرد القصص حسب تفضيلات الجمهور. كما يفتح هذا الاختراق التكنولوجي إبداعا وابتكارا غير مسبوق. الإبداع في الإخراج السينمائي: يمكن الذكاء الاصطناعي تحسين جودة التصوير بكل مكوناته من إضاءة وديكور وألوان وإكسسوارات ليقدم عملية إخراجية بطريقة ناجحة. يمكن ذلك لأنظمة الكاميرا المزودة بالذكاء الاصطناعي التعرف على الظروف المحيطة بالبلاتو التصوير. الإبداع في كتابة السيناريو: تحسين هيكل القصة: يمكن الذكاء الاصطناعي تحليل هيكل القصة الناجحة واقتراح هياكل قصصية تنطلق منها السيناريوهات. إيجابية الذكاء الاصطناعي في السينما: تتضح الآثار الإيجابية الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال السينما في الجانب التقني من هذه الصناعة الفنية. فيفضل الذكاء الاصطناعي استخدامه في قدراته على إنشاء تأثير بصري وصوتي مذهل لإقبال الصناعة الميكانيكية السابقة الريادة بها.
إيجابية الذكاء الاصطناعي في السينما، تتضح الآثار الإيجابية الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال السينما في الجانب التقني من هذه الصناعة الفنية. فيفضل الذكاء الاصطناعي تستفيد السينما من قدرته على إنشاء تأثيرات بصرية وصوتية مذهلة لإقبال الاصطناعة الميكانيكية السابقة عليها. الخاتمة. يقدم الذكاء الاصطناعي رغم الفروض كثيرة وتنوع لصناعة الأفلام في كونها وبشكل عام تعتمد على أهم عنصر وهو الإبهار. رغم القلق الكبير من إحلال الذكاء الاصطناعي محل الكوادر البشرية من حيث توليه كافة التفاصيل بداية من ما قبل الإنتاج حتى الإنتاج لما بعد الإنتاج، إلا أن هذا القرار يعتمد على الخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وهو قرار تتخذه قيادات كبرى في صناعة السينما. لنجد أن الذكاء الاصطناعي سيكون عامل مساعد بينما الكوادر البشرية ستظل عنصر في قمة القيادة، وبذلك يجب على صناع السينما إيجاد وسائل يتم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم من أجل رفع مستوى الإنتاج وكسب مادي مناسب لذلك. وبذلك سنجد تغيير كبير وملموس في مجال صناعة الفيلم، وذلك نظرا للتطور الكبير في عالم الذكاء الاصطناعي. وذلك سيغير نوع الإنتاج ويصبح ذات قيمة مرئية خلابة وجميلة، حيث دخل الذكاء الاصطناعي في مراحل الإنتاج بداية من الفكرة والسيناريوهات والمعالجة الدرامية من خلال استخدامه للحاسب الآلي وبرامجه بشكل كبير. النتائج. إن توظيف تلك التقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متقن سيحقق رجاعا كبيرا ويسهم في تطور الفيلم السينمائي. الحياة البشرية تسعى للأفضل في مجال العرض السينمائي، بذلك فإن استخدامات تلك التقنيات الحديثة سيعمل على تحقيق مزيد من الإبهار. استخدام الذكاء الاصطناعي سيحقق جهدا ووقتا ومالا كبير. كافة مراحل الإنتاج من خلال إدخال عنصر الذكاء الاصطناعي ستعمل جميعا على تحقيق النجاح والمتعة في المشاهدة. إدخال الألوان والإضاءة الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي ستعمل على تحسين جودة الإنتاج وتؤثر بشكل كبير على صناعة السينما. المنتج من خلال استخدام عنصر الذكاء الاصطناعي سيعمل ويوفر وقت وجهد كبير في صناعة الفيلم. شكرا لكم جميلا جزيلا، شكرا شكرا لأكاديمية الفنون، شكرا للقائمين على هذا المؤتمر، لكم كل الشكر.